طبعا يا استاذ جابر هنا برضو المدارس بتاعتنا اسمها مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. فاحنا طبعا بنهتم جدا بالجانب التطبيقي اللي هو الجانب العملي. تمام. فدي حضرتك مثلا ديت الورش الخاصه بالاولادنا اللي بيطبقوا فيها ما تعلموه من النظري. خلينا اكد تاني ان حضرتك بقى لك سنه بادئ. نعم سنه مش كده؟ نعم. سنه بادئ. احنا هنا اولادنا هنا الصيار التركيب والفك الفك والتركيب. احنا عندنا ثلاث تخصصات في المدرسه. الطالب في سنه اولى بيدرس طبعا دراسه عامه جنرال بس فعلا. في سنه ثانيه بيبدا يتخصص. سواء كان ميكاترونكس او اصلاح هياكل السيارات. اللي هي السمكره او دهان السيارات اللي هو ده المهندس المسؤول عن الباشمهندس شريف. اهلا بك يا باشمهندس. المهندس المدرب زي الحمد لله تمام كويس الحمد لله. الشباب هنا خليط من الجنسين فده شيء كويس. طبعا يعني البنات مقبلين على فكره فك وتركيب العربيه وصيانتها ولو في عجله فرقعت يعملوها لا يشتغل لا والله لا يقدر يقدر يعني ايمين بالواجب معاك. طبعا شغال كويس قوي وواحد مبسوط اصلا من ادائهم ومن شغلهم الفتره دي. يعني ال بيسموها الايه التركيز قبل كده كان على الولد بس وان الولد لازم يقوم بالحمل بتاع العربيه ويرفع العربيه وينزل تحت ويفك مش عارف ايه فانت النهارده ما بتوريني نموذج لطالب بيعمل ده فمعناه ان هو ممكن بعد كده يبقى صاحب ورشه. طبعا هم اصلا عندهم حماس كبير قوي بجد يعني الحماس بتاعهم بحس ان هم مقبلين اكتر من الشباب كمان. ان هم بداوا ينافسوا الشباب كمان موضوع ان هم احنا عندنا كام عربيه. العربيه دي شغاله فعلا؟ طبعا شغال وقاعده طول الوقت. حضرتك بتقول 11 شهر شغالين مش كده؟ 11 شهر الدراسه 11 شهر. ودي عربيات بس ولا في حاجه بعد العربيات؟ لا في حاجات في حاجات بعد العربيات. هنوري ساعات دلوقتي ان شاء الله. في اللي هي السيميوليترات موجود وفي عندنا اجهزه مثلا خاصه بالكاوتش زي ما حضرتك شايف. ده جهاز ترصيص. ده جهاز فك وتركيب كاوتش. حلو. في عندنا جهاز التكييف السيارات. في عندنا كل الاجهزه بفضل الله متوفره. كل ما يحتاجه الطالب من علم موجود في حياته المستقبليه ان شاء الله في مجال السيارات موجود. موجود. بناتنا اهوت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بنتنا اسراء وابرار. اسراء. انا اسراء. اسراء. مين اللي جابك هنا الاول؟ انت اللي جيتي ولا بابا اللي بعتك ولا ماما اللي بعتك؟ انا وبابا وماما كانوا موافقين يعني كان عاجبهم الفكره جدا ان انا جبت كام في الميه في الاجازه دي؟ 85. 85 يعني كان ممكن تخش ثانوي؟ كان ممكن المجموع كان يقبل بس انا حبيت ان انا اجي هنا التجربه كانت جديده وكانت اول دفعه بنات فحبيت ان انا اشارك في التجربه دي. من القاهره؟ انا من الجيزه. من الجيزه. ابرار؟ ابرار. نفس النظام برضو يعني انت اللي جيتي لوحدك ولا يعني لا انت صاحبه الفكره حبيت ولا المجال ولا بابا وماما اللي قالوا لك؟ لا حبيت المجال وقرات عنه كتير يعني فكره ان انت تشتغلي في العربيات دي فكره جديده. هي حاجه جديده يعني. طب انت ناويين ايه يعني ناويين ايه بعد هندسه ان شاء الله؟ هندسه سيارات. ان شاء الله يعني تخرجوا تبقوا يعني مثلا ما فيش منها تبقى صاحبه ورشه مثلا تشتغلي فيها ان شاء الله؟ بجد اصلا موفر لنا فرص عمل من غير ما احنا نفتح. هو في المفروض ان احنا بعد ما نخلص هنا في فرص عمل لينا بس احنا حابين ان احنا نطور الموضوع الاول ان احنا نخش كليه هندسه وبعد ما نخلص نقدر ان احنا نبقى شغالين في مراكز بره تبع المدرسه برضو. بيقولوا انه هم غلبينكم شويه في موضوع ده المهندس اللي بيقول مش عارف غلبنا في ايه بالظبط؟ البنات غلبين الاولاد في لا يعني كلنا واحد كلنا واحد في المجال في المجال ده بالذات بنعتمد على مع بعضينا بنشتغل كلنا مع بعض ايد واحده ما ينفعش الانانيه بالذات في المجال ده لان المجال ده اقل غلطه ممكن تسبب اضرار كبيره. هو بيتكلم على ان هم متطلعين متشوقين مدفوعين بفكرة انهم لازم يكونوا حاجة في المجال. المجال جديد عليهم زي ما قالت ابرار واسراء صح؟ هو المجال جميل جدا ونقدر من خلاله نعمل حاجات جميلة جدا بالنسبة برضو لمجتمعنا وبالنسبة لمستقبلنا. فدي برضو محتاجة مننا مجهود ونبذل مجهود بالنسبة ان احنا مثلا بنشوف حاجة زي كده فدي يعني دي كفيلة لوحدها ان هي تشجعنا ان احنا نتقدم في حاجة زي كده او نعرف نفك ونركب حاجة زي كده. سامع على فكره يا استاذ جابر ما شاء الله من العشره الاوائل في المدرسه. حلو. متميز خلقيا وعلميا. حلو ما شاء الله عليك. انا مبسوط مع حضرتك انك عارف صواميل الطلبة كلهم اولادي. حلو. كلهم اولادي المفكات بتاعتهم كلهم اولادي. ربنا يحفظهم. الشعر اللي ربنا يحفظهم. ربنا يحفظهم. شكرا يا فندم. اعتقد ان حضراتكم شفتوا معانا نموذج طيب من النماذج بتاعه التعليم المهني في مصر. المدرسه الدهب اللي شفناها في
العبور وبعدين مدرسة غبور اللي شفناها دلوقتي في أو في نفس الإطار شفناها في 6 أكتوبر. جهد عالي ويمكن الشغل اللي احنا شفناه يمكن مش كتير من الناس عندهم فكرة بيه ومش كتير من الناس عندهم إحاطة بيه ومش كتير من الناس أعتقد كتير من الناس بقى لو شافت التجربة دي وأمنت بيها واعتقدت إن احنا ماشيين صح أعتقد إنه هيجيبوا ولادهم هنا ويبقوا محل ترحيب سواء في العربيات أو سواء في مجال الده. اللي أنا شفته كمان في غبور هنا أعتقد إنه ممكن يبقى مجال ثري جداً لتطبيقات في قطاعات أخرى، وأعتقد إن ده برضو موجود في 26 مدرسة اللي موجودة، في 36 مدرسة اللي موجودة، عندنا 46 مدرسة في الخطة الجاية بإذن الله اللي هي في التطبيقات التكنولوجية. الحاجات دي كلها من سنة 2016-2017 سيادة الرئيس أشار إليها، 2018 بدأت عملية تطبيق فعلي للمدارس بتاعت التطبيقات التكنولوجية. ما أعتقدش إن إحنا في مرحلة تستدعي مننا إن إحنا نتباطأ، لا بالعكس هنسرع في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. 70% أو 80% من التعليم المهني اللي تخلصنا منه في الفترة السابقة في الكام سنة اللي فاتوا أعتقد إنه هيتبقى 20% هنتخلص منهم بإذن الله في السنوات الجاية. أعتقد أول دفعة تتخرج من المدارس غبورة تبقى 2024، فأول دفعة تتخرج يمكن التعليم المهني في مصر هيتغير. مدير المدرسة وكل العاملين في المدرسة الحقيقة حاطونا بكل احترام وتقدير، مدير المدرسة في مدارس الذهب برضو حاطونا بكل احترام وتقدير، فإن شاء الله بإذن الله تجربة مثيرة تقودنا لتجربة أخرى هنقول لحضراتكم عليها بإذن الله في الفترة القادمة. وأقول لحضراتكم تاني فيها حاجة حلوة،